تاخذ شويه رز بالمعلقه وتعمل كذا. لا البطويل باش كيديو كيدخلوك لداخل كديري لي لاكتيفيتي. كنا ضربين الاكل المصري الصراحه اولي واعر. عجبني البحر اكثر من البيسين. دايما كتبقاي واخا سميتها شهر العسل. لا فطيره فطيره. فاذا جلست قدام زكينه باش يتذوقوا ولا جوج غيتذوقوا بيناتهم. كوكو لي زامي صافا اموركم هانيه نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم. ضروري على الاولاد. عرفتوا مني من الغردقه من مصر مصر الحبيبه عرفتوا واحد المنظر. شوفوا راه واخا كنصوروا ماشي بحال في الواقع راه واحد لي كولور واحد شوفوا الراحه النفسيه هي هادي. شوفوا ما كنتش متوقعه باللي باش غادي نجيو لمصر صرا كنا متخوفين حيت خلعونا بزاف لي بلوغر ممنوع التصوير ما عندهمش هادي هذا مشينا للبلايص حنايا وعادي كلشي واعري. شوفوا اول حاجه يعني ما كاينش ممنوع التصوير كتصوري كيف ما بغيتي كناخذوا الاذن بيان سور ولكن حتى شي واحد ما كيمنعك. عرفتوا مشينا في الاول مشينا للقاهره مشينا للقاهره في الاول ودابا جينا للغردقه يعني كل بلاصه كل مدينه ولا شارم ديالها. دابا بحال القاهره فيها الناس شعبيين فيها كلشي اي حاجه بغيتيها. هنايا الا بغيتي تجي تكالماي عرفتي واحد المنظر يا سلام. شوفوا كنصحكم حيت بزاف كنلقاهم في لي كومونتير كيقولوا لنا نصحونا واش تقدروا نجيو ولا لا. كنصحكم انكم الا بغيتوا ديروا شي فواياج جيو لمصر. غير هو لمصر فيزا يصوبوها دابا بحال المهم ضروري كديري الفيزا ومن بعد صافي كتاخذي البيه ديالك وكتجي. انا عرفتو الغردقه فاش كنت صغيره كنت كنتفرج في افلام مصريه بزاف كنت كنشوفها غير في الافلام ولكن ماشي بحال فاش جيت لها راه واحد كتحس بواحد الراحه النفسيه. وصفتو حنايا هاد الايام كنا ماشي غير جالسين كنفيقوا مع الصباح كنبروفيتيو في لا جورني ديالنا كنديروا لي زاكتيفيتي. انا شحال من اكتيفيتي كنت متخوفه انني نديرها ودرتها وفاش درتها لقيت بانها سهله ما كتستاهلش داك الخوف اللي كنت كنخاف. سكان المشكل فيها كتخلع راسها براسها. انا كنخلع راسي براسي وفريمون فاش جربت هذوك لي زاكتيفيتي ما كاينلاش ان الواحد يخاف منهم. دونك فوالا لي زامي خليكم معايا في الفلوق ديال اليوم ديال الغردقه غتعيشوا معايا النهار ديالي كيفاش كيدوز. دابا لقيتونا لبسنا اللباس ديال العمان وغادي نهبطوا ان شاء الله باش غادي نعومو وغادي ندوز معكم لا جورني ديالي كامله وغادي تشوفوا كيفاش غادي يدوز النهار ديالي. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه الا كنت ما كنحطش لكم لي فلوغ ما كنتش كنبارطاجي معكم راه دخلوا عندي غير الانستغرام غتلقاو تما اليوميات ديالي كنبارطاجي معكم كلشي. يلا ما نطولش عليكم يلا باي باي. البنات شوفوا قبل ما كنبدا نهاري ضروري ما كنشرب معلقه من خالد دريك كنشربها مع دانون واعر هذا كيعطيني لينيرجي النهار كامل كنبقى اونفون صراحه. هذا كيقوي لك المناعه وكيعطيك الطاقه. هذا يشربوا الصغير الكبير الغليظ الرقيق ما عندكم مناش تخافوا واعر هذا. هذا من مجموعه التبلح الموريتاني اللي ديجا كنبارطاجيه معكم واعر. هذا مساند الرسمي ديالي في هذه السفيره لمصر واعر. البنات اللي كيحسوا براسهم ديما فاتيكي نصحكم تاخذوا من خالد زريك. وبالنسبه للبنات اللي كيبقاو يسولوني حنايا عندنا مشكل ديال بومزوي كيقول لي واش تنصحينا حتى حنايا ناخذوا خلطه البلوح. شوفوا واعره 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 هذا عجنه البلوح واعره دقه بطله للناس اللي عندهم بومزوي. هذا هو الاخر ليا البومزوي ما خليت ما درت الدوايات ولكن هاد عجنه البلوح هي الاخر ليا البومزوي. هذه دقه بطله وحتى الناس اللي فيهم جرتو مثل المعده ولا مرض شي مرض اخر حتى هما عندهم المنتوج اللي غيوالمهم. هذا غير بالنسبه للناس اللي عندهم بومزوي. دونك انا كنخليكم هذا الرقم كتواصلوا معاهم كيشخصوا لكم الحاله ديالكم. تبارك الله الدكتوره حسن اثير راه 14 عام ديال الخبره راه ماشي غير جات ودارت هاد المنتوجات الا قاريه لهم داكشي طبيعي 100%. البنات اللي باغين يغلاضوا باغين يتولى عندهم فورمه واعره كيف ما شفتوا انا وليت غلاضيت مي انا حبست صافي ما بقيتش زدت حيت صافي وصلت داكشي اللي باغا انا. هذا عجنه التسمين واعره وايفيكاس انفو كدي تاخديها صافي كدي تغلاضي وكيعجبك الحال كتفتح لك الشهيه. دونك البنات هاد مجموعه التبلاح الموريتاني انا ديما كنخلي لكم النيميرو ديالهم منين تقدروا تكومونديوهم. دونك البنات ما عندكم مناش تخافوا حيت كنلقى لي كومونتير كيقولوا لي واش هادشي بصح فريمون بصح. انا
انا شوفو كون ما كانش المصداقيه في داكشي ما نديوش معايا حتى لمصر واعرين. هذا الا بغيتي تولي عندك انرجي واعره هذا كيقوي لك المناعه. الناس اللي فيهم فقر الدم هذا دقه بطله واعر 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 غتولفوا بحال هاك تشربوا الحليب. وهاد عجنه البلوح واعره بالنسبه للناس اللي فيهم بومزوي اللي هو القولون العصبي. وهذه البنات اللي باغين يغلاضوا شوفوا البنات راه بالنسبه للمنتوجات ديال الدكتوره حسناء اثير مصادق عليها من طرف وزاره الصحه. واهم حاجه انا اللي كيعجبني فيها انك كتشخص لك الحاله ديالك غير من التليفون وكتعطيك المنتوج اللي غادي يوالمك وفريمون داكشي اللي كتعطيك هو اللي كيليق ليك وتبارك الله كتوصل لداكشي اللي باغ. دونك تبارك الله عليكم خليكم معايا نكملوا النهار ديالنا. لي زامي شوفوا شوفوا على جا واش حلو غير شوفوا هنا كاين وهنا كاين هاد لو بون باش كتقطعي لهيها البنات. شوف شوفوا على المنظر شوفوا راه لي كولور كيف ما قلت لكم في الواقع ماشي بحال في التصوير. شوفوا هاد الكوتي فيها الباطويات ديري لنا هاد لو بون هنايا وهذا هو بلاج بريفي فين كنعوم واعر واعر. هذا البحر الاحمر وهنا شنو كيبقى يبان لك غير الحوت هنا تحت منك كيبان غير الحوت حنا كنعوموا الحوت كيعوم معنا. عاد انواع ديال واشكال ديال الحوت كيبان داكشي خاطئ. وهنايا كتكون لانيماسيون بالليل فهاد لابارتي هنايا وكاين هنايا غيبان لكم واحد لي طونط بلات واحد لي طونط هنايا كيديروا فيهم الماساج صافي. شوف غير المنظر خطير. حنايا لي شومبر ديالنا كاينين هنايا يعني كتبان لك هاد الفيو كامل فاش كنوريكم في لي ستوري وفي لي فيديو كيبان لك داكشي كامل. شوف هادو الباطويات باش كيديو كيدخلوك لداخل كديري لي زاكتيفيتي داكشي خطير. هنايا واحد الجو خطير شتو دابا راه كاين اكثر من 40 في الحراره وكيما طال البحر وداكشي ما كتبقاش تحس بها. شوف شوف وبالنسبه للناس زعما اللي ما كيعرفوش يعوموا بزاف راه البحر كيساعدك كيبقى ديما هزك زعما ما كتخافيش. بحال انا فاش جيت هنايا عجبني البحر اكثر من عجبني البحر اكثر من البيسين غير ما كتبقاي واقف وهزك الماء. شوف شوف يا سلام هاتو لي زامي ما دابا عملنا واحد العومه خطيره. ايوا هذا هو تاعنا جيت المهم كاين البيف هنايا هنا كناخذوا الغدا هنا خديت لا سلاد عشيت فهاد الصفيره الله خطيره واعره واعره نبقى نقولها خطيره. شنو نقول لكم هاد الحاجه مشينا لتركيا وفي تركيا هي زوينه بزاف شو اللي كيجلبك ترجع لديك المدينه قول لي شنو هي الناس ديالها الا كانوا الناس ديالها محبوبين غادي ترجع لديك البلاد اكيد عرفتي فريمون مناظر زوينين داكشي اللي كنت نشوف كيف قلت لكم لا علاقه الناس كيخليوك تصور نورمال عادي مناظر زوينه تبغي ترجع لها عاوتاني ولي زاكتيفيتي ديالها واهم حاجه رخيصه في الثمن رخيصه تبقى تاكل 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 مية تجربه بالمغربيه تجيك واحد شحال 300 درهم وكليتو كاملين مع شحال فهموني عرفتي فريمون صراحه عليها كنقول الناس كيجيو لمصر علاش كيقولوا راه هي راه رخيصه. وعاوتاني لاحظنا واحد الحاجه في لي مول الشوبينغ الصراحه الا صرفتها ما تلقى نفس الثمنات هذوك لي مارك هذوك لي مارك نفس لي بري. ايوا بون ابيتي بون ابيتي صحه وهنا ايوا لي زامي ما كتهبطي لوطيل كتلقايو هنا دايرين لك لي جو وكتاخدي اللي بغيتي. انا كيعجبني هذا كتبردي حيت فريمون الجو على برا ماشي غير سخون شي حاجه اكثر من سخون ديما فايتين 40 درجه واخا البحر. يلا دابا غادي نمشيو نتغداو. دابا ضروري ديري لنا هاد الكيشي باش نبدلو العمله. دابا عندي 50 اورو خاصني نبدلها كتجي الكيشي هنايا كتبدلي العمله للجيني يعني من الاورو للجيني.
كيديروا كل عمله بشحال كتساوي بالجنيه؟ شحال دابا كيساوي الاورو؟ ما شفتش بلاتي غادي ما هي كتخشي فلوس كيدخلوها دير شي 50 فاصله شحال في التوتال هي 2570 غنديرو تاكيد صافي باش كيخرجوا لينا العمله المصريه اللي هي الجنيه دونك 50 اورو كتخرج لك 2570 جنيه كيف قلت لكم بحال الدرهم ديالنا كتسمع عندهم 5 دراهم لا 5 جنيه 5 فوالا فوا 5 الناس اللي عايشين في اوروبا غتجيو بحال اللي جاب مليون مثلا هنايا يصرفوا 5 مليون يلا قني رزقي الناس ديال اوروبا غادي تجيهم خيص اكثر من حنايا يلا خليكم معايا فامي من بعد مثلا البحر غادي دابا الحمام ديال كليوباترا من وين المغرب الى المغرب فين غادا الحمام ان شاء الله باش نمشيو للحمام ديال الناصر شوفوا سبا في اي بي بشحال؟ سبا في اي بي 1000 جنيه 1200 جنيه 1200 جنيه دونك دابا شنو غادي نديرو؟
فيها سبا فيها مساج قولي لي واو والله لا في اي بي الله يخليكم بالمساج بكل شيء صافي احنا دابا كنخلصوا شوفوا الفلوس ديالهم اكبر اكبر ورقه نقديه عندهم هي 200 اللي هي 40 درهم اها ايوا ايضا تحطي الاموال كاين شي مشكل محتاجه مساج محتاجين مساج على الوالد والوالده وزيت معاهم فايزه اجي فايزه بارك عليا والله ما كان جوج وشوف راه الشنطه ديال تما والله ما كنمشي المهم هذا هو السبا اللي جينا عليه باين زوين هذا السبا ديال كليوباترا زوين جبت شنو قلتي لي وخلصت انت اللي نوض تخلص انا نعطيك واخا انا نعطيك يا سل ولكن كنسلف انا بلي زانتيغي خلاص عرفتوا خرجنا من الصبا داكشي خطير فايضه بامكان فريمون احسن مساج درت في حياتي مشيت لتركيا درت المساج مشيت صراحه حتى في المغرب درت المساج ولكن هنا في مصر اللي كاينه كاينه عرفتي من شعرك حتى لرجلي صباع رجلي طلعوا فينا بصراحه البنات الله يخليك الله دابا قبل ما تحط الماكله كنتسناو العشاء وجبنا الكارطه من واحد ولكن انا وياك ربحنا كالعاده اكيد صراحه حنا ناكلو دابا تخونكي رابحين بس واحد البلان واحد سلام ما عندهمش الخبز عندهم العيش ليمون وبنعنع ليمون بنعنع حتى يخرج لك النعناع مني دابا فائزه جلست قدام زكينه باش يتذوقوا ولا جوج غيتذوقوا بيناتهم انا صراحه شحال حبيت هذا بزاف 3 7 5 طحينه وهذه هذه الشوربه ديال البق البق شكرا الشوربه ديال سانطير هذه الشوربه واو وهادو غلط صراحه شكيت اليوم غادي ناكلوا اكل مصري 100% ياك بدر ياك احسن اكل مصري اكل مصري عفوا المطعم بعد سينا نصوروا هذا الشيء شوفي خدا القرعين بصراحه اللي ورانا هذا المطعم صاروا صاروا بعد سبق بعدهم كنا ضربيو الاكل المصري الصراحه اولي واعر انا من الاحسن الاكل اللي كليت المصريين كيطيبوا واعر البنين بحال الاكل ديال المغرب فايزه شنو طلبتي انت هذا البط نص بط نص بط تبادل نص بط عرفتي ديك البنيه ما يمكنش عمري ما دخلت ومنين جيت هذا بتاع السمك قولي قولي على الفحم ياك اي 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 هذه رز مبسمه شو بالملوخيه هذه الملوخيه عاد شكلت بالشوطه وخيله دبتي تكال بالخبز ولا بالشاي انا اكلها بالرز يعني كيف كتخوي فيها
تاخذ شويه رز بالملعقه وتعمل كذا. لا رز كذا ملوخيه كتسقي بها رز شويه بالملعقه زي كذا وحطها على رز وارجع يعني زي كذا هكا 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 واخذ شويه هكا كذا قلت لك ما تحكميش حتى حنا خايفين. طيب. جرب الشرطه. فاذا كيجوك في البط هو اللي كتجيني عجيب لانه ماشي بحال الاكل ديالنا ولكن ضروري تعطيو معلقه هي انا كنقول نمشي لشي بلاصه ويدوم الاكل ديالنا. دابا الاصبع الثاني حالي شو خديتي هذاك بندق شو داك الشيء كاين مصيد اشنو خديتي مسلوقين كرعين كرعين ولا ولكن الروز ديالهم واعر بس ماتي أيوة أنا طلب أيوة. أنا خديت بطاطا في البهارات هذه ماشي ديالي فراخ هنا الفراخ بتاعتي حطها فين أنا خديت نص الفراخ فراخ والدجاج خديت نص ديال الدجاج خديت الدجاج على الفحم فاذا خدات البط على الفحم هذا شنو هو ترى هذا البلاك موزه 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 بالرز اي موزه زعما بنان لا داك اللوز المخيط ديال الحوض ديال الطعم زعما ديال هكا موز ابو اللوز ديتي البط بحال فائزه مع انا وفائزه خدينا البط والعرس بدا هو الفراخ لا 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 بلاتي هو كيطيح هو كيطيح طريقه وطريقه ودابا لي زامي كوموندين على هذه كتسمى شهر العسل ان شاء الله ان فوا تجي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي يلا خليكم معنا ديسير على السكر ديسير هذه شو سميتها سيدي مشيا؟ هذه سميتها شاه العسل. لا بطيرة شاه. بطيرة شاه العسل. أنا متحمسة بغيت ندوق. سالم متحمس بغيت ندوق. حدك الناس شفتهم كانوا كيصوروا.